اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، وعدنا اليكم. وقبل ما ناخد فقره استغاثه لمسؤول، معانا مداخله تليفونيه مع الاستاذ وليد فكري صاحب فقره اغرب قضايا الاسبوع السابق. هنعرف منه ايه اللي حصل بالظبط. الو، مساء الخير يا فندم، مع حضرتك ومساء الخير على مساء الساده الفل المشاهدين يا استاذ كلهم. وليد، اخبارك ايه؟ تمام يا فندم، زي الفل. احكي لنا ايه اللي حصل، وصلت لغايه فين؟ يوم الثلاثاء يا فندم توجهت للسيد مدير الامن وقال لي المشكله كلها عند السيد المحافظ. السيد المحافظ هو المسؤول عن الازالات، انا ما الا بامن بس. تمام. توجهت للسيد المحافظ، ما قدرتش احصل على مقابلته. قابلت النائب بتاعه، النائب بتاعه قال لي روح اللي هو لرئيس المجلس. الاستاذ بدوي الواعر. يا فندم. تمام. بعدين بلغته ان رئيس المجلس مش موجود، اتصلت بيه بلغته. بعدين قال لي هرجع اكلمك تاني. حاولت اكلمه تاني ما رضيش يرد عليا خالص، حتى من 5 دقائق رنيت عليه دلوقتي برضه ما رضيش يرد. ولو حضرتك سألت الاعداد عند حضرتك، هو برضه الاعداد حاولوا يتواصلوا معاهم، رد عليهم اول مكالمة وبعدين ما ردش تاني. بس فانا مش عارف دلوقتي اتواصل مع مين. توجهت للسيد مأمور مركز مغاغة، السيد عمر خليفة، ليه كل الشكر. قال لي ان المجلس مدينة مغاغة مش مجهز الورق بتاعه ومش راضي يتعاون معنا. طيب يا استاذ وليد، احنا دلوقتي بناخد المكالمه بتاعتك ونوجهها لمسؤوله الاعلام في محافظه المنيا، الاستاذه منال. الاستاذه منال، احنا يعني بنوجه لها مين المسؤول عن الكلام ده. المفروض المحافظه لما طلعت قرارات ازاله، قرارات الازاله بتوجه بتبعت جواب للمديريه الامن، بيجهزوا لها قوه وهي بتجهز المعدات بتاعت المجلس المحلي عشان ينفذوا قرارات الازاله. لكن لما يجي ارمي الحمل على مديريه الامن واقول ان مديريه الامن اللي معطله، لا، مديريه الامن مش معطله الدنيا. السيد مدير الامن ابدى استعداده للتعاون معانا وقال بس يبعتوا لي من المحافظه او من المجلس المحلي جواب ان انا اجهز قوه، وانا القوه جاهزه في اي وقت، انتوا جهزوا بس معداتكم وقولوا لنا تعالوا نفذوا قرارات الازاله واحنا هننفذ. وعلى العموم احنا مستنيين رد المحافظه، وهنتابع معاك يا استاذ وليد، وهنرجع ان شاء الله لفقره استغاثه المسؤول، ونرحب بالاستاذه صاحبه الاستغاثه، الاستاذه هبه مختار. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذه هبه. عايزين نعرف ايه قصتك. طبعا الاستاذه هبه قبل الهوى احنا عرفنا القصه بتاعتها. للاسف يا جماعه، لما تيجي الخيانه من زوج او من اقرب الناس لينا، اللي المفروض انا الزوجه بتحتمي فيه، والمفروض الزوجه المفروض الزوجه يعني بتامن على نفسها وعلى مالها وعلى حياتها وعلى دنيتها مع هذا الزوج، وفي الاخر الزوج يضحي بالزوجه وعلى اساس ان هو تتحبس مكانه في واقعه غريبه الشكل. طبعا هنسمع تفاصيلها من الاستاذه هبه معانا، يعني احنا عارفين تفاصيلها لكن هنسمع منها بالتفصيل اكتر ونعرف منها ايه اللي حصل. عايزينك تحكي لنا يا استاذه عن اللي حصل تفصيلا، من بدايه الحكايه، من بدايه القرض والجمعيه والكلام اللي حصل دوت، وتعرف المشاهدين. انا اسمي هبه علي محارب، متزوجه بقالي 11 سنه، معايا 3 اولاد، علي وحمزه وياسين. احنا عندنا مشروع جمعيتي اللي هو بنصرف تموين ونقط للمواطنين، وفي بدايه المشروع كنا واخدين قرض عشان تمويل ذاتي، وانا كنت واقفه معاه في بدايه المشروع. انا هو المشروع ده مين اللي عمله يا استاذ؟ هو زوجي. زوجك اللي عمله الاول. قدم في مشروع جمعيتي في المرحله الاولى مع وزاره التموين، واخد القرض باسمه وانا كنت ضامناه. تمام، ده في الاول. ده في الاول خالص من حوالي 6 سنين، وبالفعل سد الفلوس اللي عليه، وبقى ياخد بقى كل سنتين قرض. يعني هو سد القرض اللي باسمه. اللي باسمه وانا ضامن عليه. تمام. تمام. بس من حوالي سنه كده بالظبط، طبعا كان عايز ياخد قرض، فقال لي انا يعني في حاجه اسمها الاي سكور بتاعه في البنك، ان هو مش عميل جيد، مش منتظم في الدفع مع البنك. تمام. فقال لي انا هكتب الجمعيه باسمك عشان اخد القرض. طب رحنا بقى عملنا، خلي المشروع كله باسمي، عمل لي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وكشف طبي وكل حاجه. وروح الجمعيه اللي هي استهلاكيه، اتنزل لي تنازل رسمي عن الجمعيه. تمام. الجمعيه بقى لها بالظبط سنه باسمي. فوجئت ان هو من شهر 2 اللي فات ان هو عايز ياخد قرض كبير،
في البدايه قال لي انا هاخد قرض ب 200,000 عشان عليا بضاعه لموردين. يعني هو عرض عليك ان ينقل الجمعيه باسمك قبل ما تقرروا موضوع القرض ولا بعد ما قررتوا موضوع القرض؟ لا بعد ما قرروا. هي الجمعيه من الاول كانت باسمه. كانت باسمه الاول. تمام. فكان بياخد قروض 75,000 100,000 كانت قروض بسيطه. لما رحنا البنك قالوا انت عاملين متعسر بالنسبه لنا فلازم تخلي. هو الاول عايز يعمل قرض. عايز يعمل قرض. وبالتالي قال لك تعالي عشان ينفع باسمك تعالي ننقل الجمعيه باسمك. لان الاسكور بتاعه مش كويس في البنك. مش عميل منتظم. فبالفعل نقل لي كل حاجه باسمي وتنزل لي عن الجمعيه تنازل رسمي في الشركه. المهم انا عملت له توكيل عام رسمي. توكيل رسمي عام. التوكيل ده قال لي عشان هو بيروح يستلم بضاعه ويجيب بضاعه ما ينفعش ان انت تنزلي وتتبهدلي يعني. التوكيل ده فيه معامله مع البنوك كله. ده اللي انا اكتشفته بعد كده. فالمهم بعد ما رحنا البنك اللي عرفته منه هو هياخد كارد ب 200,000 تدفع كام كل شهر؟ قال لي في حدود من 4,000 ل 5,000. تمام. رحت مضيت على 5 شيكات على بياض. يعني ان انا كل حياتي ضمناه في القروض مش اول مره باخد له كارد. انت خدت كلامه ثقه يعني. يعني رحت للبنك. رحت للبنك. رحت البنك على الامضاء اللي يعني هو يعني مظبط كل حاجه مع الموظف. خلاص اللي هو حاجة امضي وهمشي. طب المبلغ كام؟ المبلغ حوالي 200,000 والكارد حوالي 4,000-5,000 كل شهر. تمام. بس بعد كده حصلت مشاده ما بيننا في شهر 2. قال لي خلاص القرض وقف وانا مش هاخد القرض. قلت له خلاص كده ربنا مش رايد ان احنا ناخدوه. فوجئت بقى من شهر اللي فات يعني انا بقالي 7-8 شهور اخد القرض وانا ما اعرفش ان اخد القرض. فوجئت الشهر اللي فات ان هو اخد العفش بتاعي. اخد مني الولاد. تمام. عمل باب مصفح في البيت مش عايز يدخلني باب الشقه. فبسال بكلمه بقول له طب العفش وديته فين؟ احنا اتعملت ايه في الكارد طيب؟ احنا بقالنا كذا شهر واخدينه. قال لي لا انا صرفته. قلت له صرفته ازاي؟ صرف القرض. صرفته ازاي وانا ما رحتش استلمت؟ ما حطوش في المشروع. لا انا كمان ما استلمتش الفلوس. ومين اللي استلم؟ هو استلم بموجب التوكيل اللي بينا. وفي حاجه اسمها شيكات للموردين ان هو بياخد بيهم الفلوس. طب اخدت الكارد كام؟ قال لي اخدت 500,000. قلت له طب نص مليون راحوا فين؟ قال لي مالكيش دعوه راحوا فين، انا اتصرفت فيهم، انا جبت لاخويا عربيه ب 270,000، انا دفعت فلوس عليا، انا مش عارفه جبت ايه، المهم اتنازلي لي وانا هدفع لك. قلت له اتنازل لك عن ايه؟ ما هي الجمعيه بقى لها سنه باسمي، ما فيش بينا اخوانا يعني ما فيش حاجه. قال لي لا لازم تتنازلي عن الجمعيه عشان ادفع لك، انا هسجنك. طبعا حضرت اهلي. يعني هو بيهددك بعد ما انت امنتي له. واخد بقى البطاقه بتاعتي. بعد ما امنتي له ورحت وافقت على القرض في البنك وهو جه استلم القرض ده بموجب التوكيل اللي معاه. ومضيت على شيكات، جاي دلوقتي بيقول لك تنزلي عن الجمعيه عشان اسدد. عشان اسدد. طب تمام. طب ما انا اوريدي انت بقالك سنه واخد انا الجمعيه باسمي، انا مش هاذيك. قال لي لا اتنازلي عن الجمعيه عشان اخد قرض تاني واسدد القديم. قلت له ما فيش الكلام ده. ازاي؟ فالمهم الحمد لله يعني تاني يوم رحت البنك ما كنتش مرتاحه للموضوع. فالبنك قال لي انا بدور عليكي. قلت له حضرتك بتدور عليا ازاي؟ قال لي انت دافعه 5 شهور فاضل شهرين متاخرات عليكي 39,000. قلت له حضرتك بتتكلم بجد؟ قال لي طبعا القرض باسمك واحنا رحنا لزوجك مكان والدته ومكان الجمعيه. طيب يا استاذه هبه. طب هو عموما الشاهد من كلامك ان هو راجل اخذ قرض استغل الاخلاص والعلاقه الطيبه اللي بينكم وعلاقه الزوجيه واخد قرض باسمك او انت وافقت على القرض ده ثقه في كلامه. تمام. ورحت وقعت على القرض وهو راح استلم بالتوكيل اللي معاه وما تعرفيش قيمه المبلغ كام. طبعا انت بتقولي ما تعرفيش قيمه المبلغ ده، لكن الموضوع ده يا مدام هبه ليه حل قانوني والحل ان شاء الله موجود وهنحله لك. وهنوجه من خلال برنامجنا هنا استغاثه للنائب العام في توجيه تهمه خيانه الامانه للزوج اللي استغل التوكيل اللي معاه. التوكيل معروف انه ده عقد من عقود الامانه. استغل التوكيل وراح اخذ الفلوس او اخذ القرض بدون ما يوصلها لصاحبه القرض الحقيقيه، مستغل في ذلك العلاقه الزوجيه اللي موجوده. وان شاء الله هنبدا احنا اجراءات قانونيه على طول بعد البرنامج مباشره. وبطمنك يا مدام هبه انا بس بعد اذنك في عندي مشكله. اتفضلي. الجمعيه دلوقتي باسمي، الجمعيه مقفوله، الجمعيه في بيت اهله، ولو مباحث التموين او مدير التموين عدت هتلاقي محضر غلق. هتعمل لي انا محضر غلق باسمي، يعني هبقى محضر من هنا ومشكله من هنا، لان الجمعيه مقفوله. اتواصلت مع اخوه واهله قالوا لي لا مش هتفتحي الجمعيه، في بيني وبينه عقد لحد 2026، مش راضي ان انا ادخل الجمعيه اصلا ومش عايز هو ان يتفاهم خالص.
فانا حضرتك دلوقتي البنك عايز مني شهرين والشهر التالت جاي. يعني انت عندك اكتر مشكله، عندك البنك وعندك التموين وعندك التموين هيعمل لي محضر، محضر غلق. البنك والتموين، فانا بوجه طبعا استغاثه للنائب العام والوزير التموين في الواقعه دي، واحنا نبدا ناخد اجراءات قانونيه. وانا بوجه رساله لكل الزوجات طبعا وكل الناس اللي موجوده، ما حدش يتعامل يا جماعه بحسن نيه متناهيه بالطريقه دي، لان حسن النيه بيودينا للطريق اللي وصلت ليه الاستاذه هبه، تبقى مهدده ان هي تتحبس بموجب شيكات وقعت عليها ضمانه لقرض، مش ضمان كمان باعتبار ان هي مقترضه اساسيه من البنك. انا ما خدتش كمان الفلوس. وللاسف استغل الزوج علاقه الزوجيه وان دي ام اولاده، واخد الولاد مني، وللاسف بيهددها كمان ان اما تتنازل عن الجمعيه عشان خاطر يسدد القرض او ما تتنازلش. يعني احنا هنبقى في ظهرك وهنبقى معاكي، وهنوجه استغاثتنا ان شاء الله للنائب العام، وهنتوجه برضو لوزير التموين عشان الاجراءات بتاعه فتح الجمعيه ان شاء الله. وباذن الله هنبقى معاكي، وهيبقى هتاخدي حقك بالكامل يا مدام هبه ان شاء الله، من خلال برنامج الصفت والقانون، من خلال مكتب الصفتي للاستشارات القانونيه. وان شاء الله هننتقل للفقره اللي جايه، وجهزوا تليفوناتكم على المستنيين طبعا اتصالاتكم على الارقام اللي موجوده على الشاشه، هنجاوبكم على الهواء مباشره، هنعرفكم ايه حقوقكم وايه التزاماتكم ان شاء الله من خلال اجاباتنا. وخليكم معانا بعد الفاصل وما تروحوش في مكان. اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم في فقره معاك الصفتي، منتظرين تليفوناتكم على الارقام اللي موجوده على الشاشه، هنجاوبكم على الهواء مباشره ان شاء الله، هنعرفك حقوقك والتزاماتك وتبدأ منين وتنتهي من فين. ومعانا أول مكالمة. ألو 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 ألو. أيوة يا فندم، مين معايا؟ معاك خالد مجدي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أستاذ خالد. ازيك يا بيه، عامل إيه؟ الله يخليك، احكي لنا مشكلتك إيه يا أستاذ خالد؟ يا بيه، أنا كلمت حضرتك على الواتس من كام يوم. أنا اشتريت حتة أرض حضرتك. وبعد فترة البايع دخل السجن في قضية قتل، في جريمة قتل. اللي باع لك دخل السجن في جريمة قتل. بعد كده ظهرت ناس بتقول إن الأرض دي بتاعتها. تمام. وأهل يعني ظهر للأرض ملاك تانيين. تمام. قرايبه. وأهله مانعين نخش الأرض دي. تمام. وانا العقد. طب انت لما اشتريت يا استاذ، اشتريت على اساس ايه مسندات الملكيه اللي انت اطلعت عليها لما اشتريت؟ انا حضرتك اشتريت بيع وشراء، عقد معايا، عقد نهائي كمان. هو كتب لك عقد سجله لك يعني؟ لا ما سجلش حضرتك. طب ايه الورق اللي وراه لك عشان يقول لك الارض دي بتاعته؟ الورق بتاع عيلتهم، الارض كانت موجوده، الاصل الارض دي في عزبتهم هم اصلا. يعني انت شفت الارض بس لكن ما شفتش مستندات ملكيه؟ ما شفتش مستندات ملكيه حضرتك. ما شفتش مستندات ملكيه. طب الناس اللي ظهرت وبتقول الارض بتاعتنا دي وروا لك ايه؟ ايه الورق اللي معاهم عشان يقولوا ان الارض بتاعتهم؟ ما ورونيش حاجه، هم قالوا الارض بتاعتنا. ورفعنا، رحنا المحكمه، رحنا النيابه وتحريات النيابه. طبعا هم يعني ناس جامده. طب انت اخذت اجراء يا فندم؟ اخذت اجراء؟ عملت صحه توقيع ورفعت كذا قضيه، بس كل مره المحامي يقول عشان مقيد الحريه مش عارف اخد عليه حكم. طيب يا فندم تواصل معانا على الارقام دي، وان شاء الله هنشوف بس الورق اللي معاك، وهقول لك الطريق الصح ايه، لان لازم نطلع على الورق الاول. شكرا ليك يا فندم. الو. طبعا يا جماعه عشان خاطر حد يروح يشتري حته ارض بدون ما يطلع على الو. معانا مكالمه ثانيه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه، معاك عطيه مرشد يا باشا. اهلا وسهلا استاذ عطيه، ايه مشكلتك يا استاذ عطيه؟ انا بالنسبه ليا قطعه ارض زراعيه 22 قيراط. فجماعة تاني اللي هم مثلا عيال عم وكده اللي هم فيها قراطين، وهي كانت مراس من عمتي، فخدوا قرار تمكين بموجب الشهود. خدوا تمكين على ايه يا استاذ عطيه؟ تمكين قطعة الارض هم اللي مستحوذين عليها. يعني الارض بتاعتك؟ لا، الارض بتاعتك اللي احنا مورثين منها. يا استاذ عطيه انت سامعني؟ يا استاذ عطيه سامعني؟
يا استاذ عطيه استاذنك اقفل التلفزيون او اوطيه شويه. ايوه صح يا استاذ عطيه. الارض بتاعتك انت بتقول انت عندك 22 قراط، ال 22 قراط دول انت بتقول في حد خد قرار تمكين عليهم مش كده؟ طب خدوا تمكين على اساس ايه يا استاذ عطيه؟ انت الارض دي مش في حيازتك ولا كانت في حيازتهم الاول؟ لا هو ده مساحه 22 قراط ملك عمتي، الحي اللي هو مختص بالارض حاليا ليه قراطين فيهم. طيب وهو ليه قراطين والباقي بتاع عمتي اللي هي واخدينه. طب المطلوب ايه؟ المطلوب ايه يا استاذ عطيه؟ اتفضل. سؤالك ايه؟ انا عايز اعرف المشكله دي عند حضرتك. انا طيب اتصلت وصلت للنيابة كل موسم ارفع قضيتي فوق ما بوصلش النتيجة لان المحامي بتاع الخصم ابنه مستشار. طيب تواصل مع مكتبنا يا استاذ عطية وان شاء الله هنلاقي لك حل باذن الله. طبعا يا جماعة السؤال الاولاني بتاع المتصل على اللي اشترى قطعة ارض وفوجئ ان الراجل اللي باع له ما يملكش الارض دي واتسجن وظهر ناس بتقول ان الارض دي ملكهم، واضح ان هو ما اطلعش على اي مستندات. يعني اي حد بيشتري حتة ارض النهاردة لازم يلجأ لاصحاب الخبرة واصحاب القانون حتى واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وروح للمحامي اللي تثق فيه وقول له انا هشتري حتة الارض دهيت وشوف الورق بتاعها سليم ولا لا. معانا تليفون تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيادة المستشار؟ ايوه يا فندم. مين معايا؟ رمضان عبد الله معاك. اهلا استاذ رمضان، ازيك؟ انا طبعا موجه التحيه لاسره البرنامج ومنبر القناه المحترمه الصحه والجمال. تسلم استاذ رمضان. هو في سؤال كده على السريع كده، بالنسبه لو حصل تحرير عقد بيع ابتدائي لارض او بيت وقعد فتره سنه او اثنين او ثلاثه وما حصلش اي تسجيل، هل ده بيخل بصحه العقد؟ لا يا استاذ رمضان، طالما العقد سليم وطالما اللي باع لك ده راجل اللي هو المالك فعلا، التوقيع حجه على اللي وقع عليه، مفيش مشكله. يعني الحاجه اللي وقع عليها خلاص بقت ايه، حجه على البائع، مفيش مشكله. معايا تليفون تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور الباشا لو سمحت، انا عبد الله من الشرقيه. اهلا وسهلا. مين معايا؟ استفسار يعني. عبد الله من الشرقيه. عبد الله، اهلا وسهلا عبد الله. أنا كان معايا مبلغ وديته لواحد صاحب شركة يشغله ويديني أرباحه. تمام. المستند اللي اداهولي يعني بقيمة المبلغ صيغته استلمت أنا فلان فلاني مبلغ 100,000 جنيه وذلك قيمة بضاعة لم تسلم بعد. والمبلغ أمانة لدى الشركة. تمام. هل الإصفال ده يعد زي وصف الأمانة؟ هو ده مبلغ في مقابل بضاعة، مش كده يا أستاذ عبد الله؟ مكتوب كده، مكتوب مقابل بضاعة مش كده؟ أمانة لدى الشركة. لا لا لا، هو المكتوب الأول مبلغ ده في مقابل بضاعة، ده زي الكمبيالة يا أستاذ عبد الله، ترفع بيه دعوة مدنية بأمر أداء بإلزامه بالمبلغ ده، ما يمشيش وصل أمانة يا أستاذ عبد الله، لأن ده في مقابل بضاعة، مبلغ في مقابل بضاعة. طيب نهاية الفقرة، فقرة معاك الصفتي، تلقينا الاتصالات وهنتلقى الاتصالات إن شاء الله في الحلقات القادمة وهنجاوبكم على كافة الأسئلة اللي موجودة إن شاء الله، وهننتقل لفقرة معاك، فقرة اعرف حقك ومعلومة قانونية بعد الفاصل. معلوماتنا القانونية إن شاء الله النهاردة للمتخصصين المحامين ورجال القانون وطبعا للعامة بخصوص انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. طبعا بتحكم المادة 15 و17 انقضاء الدعوى الجنائية. في ناس بتخلط ما بين الجنح، ما بين السقوط وما بين الانقضاء. اعرف الفرق بين السقوط والانقضاء سواء في الجنح او في الجنايات. هناك كتير من المحامين للأسف بتخلط ما بين الانقضاء الدعوى الجنائية في الجناية، بتقول ان الحكم الغيابي في الجناية يخضع لقواعد السقوط. لا، انا بقول لا، يخضع لقواعد الانقضاء طالما تم اعادة اجراءات، فاصبحت دعوة زال الحكم باعادة الاجراءات.
واصبحت دعوه وبالتالي تخضع لقواعد الانقضاء وتنقض الدعوه الجنائيه في الجنايه بمرور 10 سنين من تاريخ اخر اجراء اتخذ في مواجهه المتهم. وصلنا بناء على رغبات المشاهدين هناخد تليفونات تاني. الو. ايوه. ايوه مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من جنة من ابو تشت. اهلا وسهلا. مين معايا؟ مين حضرتك؟ انا اسمي حتى. اهلا وسهلا استاذ حسن. اتفضل. انا معايا قضيه، خد بالك. معاك يا فندم؟ قضيه فيها النادي. لا علي صوتك يا استاذ حسن شويه، انا مش سامع. قضيه ايه؟ صوت تاني شديد معاك. قضيه ايه؟ قضيه تعويض بحق مدني. تعويض بحق مدني؟ تعويض عن ايه؟ من 2014. تعويض عن ايه؟ عن ولد حادث. تعويض عن ايه يا استاذ حسن؟ ده تعويض عن حادث السياره ضربت ولدي. حادث عربيه؟ اصابه خطا ولا قتل خطا يا استاذ حسن؟ لا، ما ده هو حادثة، كان راكب موتوسيكل وهم دخل في العربية وحادث يعني كده زي كل الحوادث. تمام. هم اصطلحت له على الحكم الجنائي. يعني والده ابنك توفى يعني ولا لسه؟ الله يرحمه، الله يرحمه يا استاذ حسن. الله يرحمه. فالمهم خد بالك، خدت حكم من المحكمة. من نجح حمادي وعملوا لي استئناف. المهم كانت حكمة ب 80,000 راحت حكمت ب 70,000. أنا خدت حكم من 4 سنين لغاية دلوقتي وما حدش راضي يقتصد علي، بيقول لي لا التنفيذ لازم تدفع فلوس عشان يروحوا ينفذوا لك المحامي. لازم تدفع فلوس عشان ايه؟ تنفيذ الحكم. ما هو تنفيذ الحكم يا استاذ حسن ليه رسوم فعلا. يعني لازم تقدم اوراق التنفيذ. المحامي بتاعك عارف الاجراءات دي طبعا، بيقدم الحكم. المحامي بتاعي بيقول لي انا معيش فلوس. قلت له ازاي انت بتتفق معايا على الوضع مش عامل الثمن؟ المهم ان انت عاوز يا عم تدمين. قال لا اصل انا معيش فلوس. طيب يا استاذ حسن، وكان مطبعتني على هذا الوضع. طيب يا استاذ حسن، تواصل مع المكتب، تواصل مع المكتب وان شاء الله هلاقي لك حل يا استاذ حسن ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، احنا وصلنا كده وصلنا كده لنهايه، لكن معانا تليفون تاني. اهلا وسهلا معانا. الو. 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 ايوه. معاك رمضان من البحيره. اهلا وسهلا استاذ رمضان، اتفضل. معايا محضر، معايا محضر بقاله سنتين. محضر ايه؟ محضر بيئه بقاله سنتين. محضر بيئه. بيئه. تمام. ومش راضي يتنفس. كل ما هو متنفس والاشاره متاخده كل واحده والحكومه مش راضيه تنفذه. يعني المحضر ممضي والازاله جهه وصرف صحي في صرف زراعي وانا بطالب بشيله، بس اهل القريه صرفت فلوس ورشاوي للمجلس المدينه ومجلس المدينه مش راضي ينام ومعاه التنفيذ ومش راضي ينام. طيب يا استاذنا احنا تواصل مع المكتب واحنا هنتواصل مع مجلس المدينه والمحافظه اللي تبعك وان شاء الله ننفذ الايه نزيل الحاجه اللي مضايقاك والمعمول عليها محضر. لكن يعني موضوع الرشاوي والكلام ده كله احنا ما يعني ايه يا استاذ حسن، يا استاذ اللي اتصل بينا دلوقتي، ما فيش داعي للكلام ده يعني، فعلى على الهوا وفي البرنامج بتاعنا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم ونالت اعجابكم، وان شاء الله منتظر تواصلكم معايا. انا تليفوني مفتوح 24 ساعه ليكم. برنامجنا معمول مخصوص خدمه ليكم، فقراتنا كلها معموله خدمه ليكم. نتمنى التواصل دايما على الواتساب او الانستجرام او الفيسبوك، وان شاء الله باذن الله هنكون سبب في يعني انفراجة الكرب عن ناس كتير، وهنكون سبب باذن الله عن في حل مشاكل كتير من خلال برنامجنا، من خلال التواصل مع المسؤولين. بنعمل دلوقتي بروتوكول مع وزارة الداخلية ومع وزارة التنمية المحلية، هيبقى في تواصل مع برنامج الصفت والقانون مباشرة، وإن شاء الله هنحل كل المشاكل اللي محتاجة فعلا تدخل ومحتاجة حل ومحتاجة تواصل مع مسؤولين. والحقيقة إن كافة المسؤولين اللي احنا تواصلنا معاهم ناس متعاونين جدا وعندهم استعداد يحلوا مشاكل المواطنين، طالما أنت صاحب حق قانوني، طالما أنت معاك حقوق قانونية، معاك أحكام، معاك قرارات،
راجل محتاج يد المعونة، هنمد ايد لينا ليك ايد المعونة منا. وطبعا يا رب تكون عجبتكم، وانا عجبتكم الحلقة النهاردة ان شاء الله. وفي الختام لكم مني كل التحية وسلام.